السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سعيد من قناة سبين تعقيد وإن شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الأول والثاني من الوحدة الـ 12 من الـ من منهج جريد فور الحمد لله بعد فترة طويلة وصلنا بعد طول انتظار وصلنا الوحدة الـ 12 بعد عناء طويل جدا 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 ان شاء الله هنشرح الدرس الاول والثاني آه المنهج لذيذ جدا 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 كله معلومات عامه وكله حاجات آه لمسه حياتنا يونت آه 12 بيقول لي وي كان فيكس ات وي كان فيكس ات يعني احنا نحن نستطيع اصلاحه او يمكننا اصلاحه وي كان فيكس ات وي كان فيكس ات وي نحن كان نستطيع فيكس مصلح ات هي عايدة على مين على الحاجه اللي بتكلم عليها تمام ده معنى ده الايه الوحده اول درس بيقول لي ايه بيقول لي فوكابلري يعني المفردات كيف فوكابلري يعني مفتاح المفردات اول كلمه عندي حركه النور اسمها ترافيك 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 يلا هنا معايا ترافيك 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 جفاف يعني بروت. دروت بروت. بروت. دروت 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 يعني ايه؟ يعني جفاف يعني ايه جفاف؟ يعني ااا أه الحاجه يعني ندره ندره الميه هنعرف دلوقتي definition بتاعها او التعريف بتاعها دلوقتي دrought هنا عندي ال O U G H بتعمل لونج جو drought كلمة تلوث يعني pollution 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 T I O بتعمل شو هنا كلمة كومة يعني trash 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 T R بطلع بطلها trash trash خيالون يعني flood 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 حريق أو نار يعني fire 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 لون جو أي أي سكين أي تاني traffic, traffic drought pollution, pollution trash, trash flood fire, fire دي الكلمات تمام بعد كده بقول extra اكسترا يعني كلمات زياده تمام كلمه ارض يعني land land, land. land. مكان place 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 جاي لهب يعني فلام. flames flames flames

plan, chemicals, made, plastic, problem, heat, beach, terrible. تمام. هنا ناخد بالك notes for parents. ال ال المصطلح ده مهم جدا 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 عشان اوقات بيجي منه حاجات. بيقول لي the world, the world beach cleans is on the uh, 18th day of September every year. Egypt made the longest beach clean, clean up. In Alexandria in 2021 المعلومات دي مهمة جدا جدا بيقول لي يتم إجراء تنظيف الشواطئ العالمية في اليوم الثامن من شهر سبتمبر، ما عندش المعلومة ديت تابعًا كده وتلاقيها قدامك في الامتحان، تمام؟ طيب، conjugation اوف فيربز يعني تصريف الأفعال، احنا عارفين الزمن المستخدم في المنهج الترم الثاني كله والترم الأول هو الباس سمبل، اللي هو المضارع أو الماضي البسيط، بنحط اي دي للفعل المنتظم ودي للفعل الأخر اي، واي اي دي لو الفعل الأخر واي، بقلب الواي إلى اي

throw تبقى through read تبقى read نفس الحروف بس النطق مختلف read تبقى read يلا هنا تاني يلا hard hard save save help help clean clean finish finish kill kill think thought come came throw through read wrote uh, read read طيب بعد كده بيقول important expressions and تعبيرات وحروف جر هامة مهم جدا عشان وانا بقرا القصة ابقى عارف انا بقرا ايه طيب throw away يعني يلقي بعيدا يرمي حاجة بعيدا يتخلص منها يعني that's a great idea انها فكرة عظيمة او رائعة get you now يعني الحق به الان get you now بعد كده انك تكون بعمل عظيم يور you're, you're doing a great job a great مش you're doing a great job you're doing a great job بعد كده ذلك مزعج او فظيع that's terrible that's terrible يتحدث عن talk about talk about بالطبع يعني of course of course ايه من الله throw away that's a great idea get you now you're doing a great job that's terrible talk about of course of course of course تمام طيب هنا بيقول لي listening and reading جايب لي هنا Uh, حاجات ان اراها في القصه او المغزى من القصه بقول لي هنا هنا محادثه بين مين بين كريم وفريده انا هقراها الاول او كريمه وفريد انا مين انا هبقى كريمه ولا انت بتبقي كريمه هنا انا كريمه انت كريمه <applause> طيب انا هكلمك يلا دي محادثه هنقولها انا وهنا وبعد كده هنشوف المحادثه كده هاي كريمه هاي فريده What are you doing I'm 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 helping everyone here to the beach. We are cleaning up the trash. That's a great idea. What is the main, main problem? The sea animals eat the trash and this trash can kill them. What do the animals eat? Plastic trash from people's houses, it can harm the animals and birds. That's terrible. You are about job and you are doing a great job. You are helping to save the world. طيب نشرح بقى المحادثة تاني وهنقولها تاني ان شاء الله بس اشرحلك بس واقولك لك المنهج الجديد عامل ازاي طبعا احنا خدنا الدرس ده تقريبا في سنه تانية فاكرين السلحفاه البحريه لما الولد رمى لما بابا رجع البيت وعشان كده بقول لازم مدرس الانجليش يكون عنده درايه ديرو بكل المواد الولد بابا لما رجع كان شغال غواص ورمى الكيس لقى كيس بلاستيك ولقى سلحفاه على بقها الكيس وكان هيموتها لولا هم انقذوها في اخر آه، آه، مرحلة هاي كريمة طبعا هنا بتحية قالت لها هاي فريدة وات ار يو دوينج طبعا ده مضارع مستمر انت بتعمل ايه دلوقتي حالا فيرب تو بي اهو وبعدين ايه الاي ان جي وات ار يو دوينج لما تسال حد عن دلوقتي حالا بتعمل ايه بتعمل دلوقتي وات ار يو دوينج قالت لها اي ام هيلبينج هو سالني في البص مستمر يبقى انا هجاوب ها... 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 في المضارع مستمر ام والزوار اي ان جي اي ام هيلبينج ايفري انا بساعد اي شخص هير هنا اون ذا بيتش على الشاطئ وي ار كلينينج اب ذا تراش احنا بننظف الايه القمامه آه احنا استخدمنا الموضوع المستمر هنا على فكره تمام كلها اي ان جي هاي ذاتس ا ايد خدناها ورا ذاتس ا جريت ايد يعني فكره رائعه جدا جدا جدا, جدا. تمام طيب قالت لها واتس ذا مين بروبلم كلمه مين بروبلم يعني ايه المشكله الرئيسيه ايه المشكله اللي انتوا مع الطلاق يعني قالت لها ذا سي انيمالز الحيوانات البحريه eat ذا trash. بتاكلوا الايه قمامه ان ذس تراش هذه القمامه كان كيل ذم ذم عايده على مين على الحيوانات ممكن القمامة تقتلهم زي قلنا السلحفاه البحريه اللي خدناها قبل تاني ثانيه في قصه السماع. What do the eat؟ الحيوانات دي بتاكل ايه؟ هات بلاستيك تراش فروم بيبلز هاوسز يعني ايه القمامه من منازل الناس، الناس بترمي بتحط القمامه بتاعتها في البحر في النيل فده بيأذي الحيوانات البحريه. It can harm the animals and بتأذي الحيوانات وبتأذي كمان الايه؟ الطيور قالت لها ذاتس هذا فظيع مخيف جدا يو ار دوينج ا جريت جوب انت بتعملي حاجه عظيمه جدا ان انت هتخلص الحيوانات دي من ايه؟ من الاذى ده قالت يو ار تو سيف ذا انت بتساعدي عشان تنقذي الايه؟ العالم طبعا محادثه مهمه جدا جدا درس ما فيهوش اي حاجه خالص تمام؟ طيب بس في هنا تاني؟ طيب نكمل المحادثة مين اللي هيتكلم بقى؟ هتلاقي يس وي توكت اباوت ذا بروبلم ات سكول احنا اتكلمنا عن وهنا نقراها الاول يس وي توكت اباوت ذا بروبلم ات سكول ذن وي ريد اباوت ذا بيتش هنا يبقى ريد بقى طب ليه هنا قلناها ريد عشان هو بيتكلم في الماضي وي توكت في الماضي ما ينفعش اقول هنا هنا اقول ذن وي ريد يبقى انا اخد بالي اكون شاطر جدا وكويس جدا واقول ريد عشان هو بيتكلم في الماضي ذن وي ريد اباوت ذا بيتش clean up in california we think We think we can help our beach too so i am here Can i help you too Can i help too We are finishing now for today but can you come tomorrow we need lots of people to help Yes of course I will come and get you now تمام بعد كده بدات لها yes احنا بنعمل عمل عظيم we talked about the problem at the problem at school احنا اتكلمنا عن المشكله دي في المدرسه Then we read احنا بعد كده احنا قرأنا about the beach clean up in the California. خدنا تجربة كاليفورنيا وعرفنا هم بينظفوا الشواطئ ازاي ونزلنا عشان ننظف زيهم. We think نحن نعتقد نعتقد we can help the our our beach. احنا نستطيع ان احنا ننظف الشاطئ ال, 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 ال بتاعنا عيدا. So لذلك I am here. انا هنا عشان بعمل الحل ال, 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 ال ده. قالت لها can I help you? Can I help too? انا ممكن اساعد معاكم برضو كمان هتلاقي وي ار فينيشينج نحن احنا دلوقتي حالا بنخلص خلاص مروحين ناو 40 دي النهارده بط لكن كان يو كم تومورو كنت تيجي معانا بكره ده طبعا سؤال وي نيد lots of people to help احنا عايزين العديد من الناس عشان يساعدونا هتلاقي يس yes. طبعا اوف كورس اوف كورس I'll come and get you now. أنا هلحق بكم إن شاء الله بعد كده. طيب هنا عندنا بعض الكلمات اللي جت في الدرس الديفينيشن وأنا بطلب من طلابي إن هم يعرفوها بالإنجلش عشان نرتب أو عشان نمي المحادثه عندهم كلمه drought يعني جفاف ايه هي الديفينيشن بتاعها نوت انف واتر اون ذا لاند يعني معناها ما فيش ميه كافيه احنا عندنا حاجه اسمها جفاف حاجه اسمها فيضان الفيضان الميه بتزيد عن عن اللازم الجفاف الميه إيه بتقل هقراهم هنا هترهم بعد بعد تراش يعني قمامه يعني ايه سمثينج وي وونت تو ثرو اواي حاجه احنا محتاجين نتخلص منها مش محتاجينها ترافيك حركه مرور يعني ايه lots of cars in, in in one place دي معناها ان عربيات كتير جدا في مكان واحد ده تكدس يعني fire حريق يعني ايه flames and heat from something يعني لهب وحراره طالعه من حاجه معينه طيب flood فيضان too much water on the land يعني ميه كتير جدا في الارض عكس مين عكس drought pollution تلوث air and land with problems from chemicals يعني ايه يعني ال 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 الهواء والارض ومشاكل كتير جدا ليها من خلال ايه المواد الكيميائيه اريمني هنا الكلمه والديشن بتاعها its definition not enough for... On the land trash it's different definition definitions something we want to throw away traffic its definition lots of cars in one place fire its definition flames and heat for from something float its, def it's definition too much water on the land. Pollution, its definition, air and land with problems from chemicals. <applause> تمام ده بالنسبه للدرس الايه؟ لا الدرس الاول تمام الدرس الثاني ان شاء الله هينزل برضو معايا انا وهنا بس نخلص ده الاول no. عشان في تعريفات لازم نحفظ تعريفات والكلمات عن طريق الفونكس الفونكس مهم جدا جدا والتعريفات دي لازم الطفل يقولها اه يحفظها يقلدها لازم يعرف يتكلم انجلش عشان ده الغرض من المنهج شكراً على خير إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب، شارك، اشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.